وسهلا فيك وفي حلقة جديدة من ما لا تعرفوا عن كندا. كل دولة في العالم لها نشيد وطني. النشيد الوطني تبع كندا اسمه أو كندا. أو كندا طبعا انكتب أو كان هذا النشيد قبل ما تستخدمه كندا كان أصلا مستخدم في مقاطعة كيبيك الفرنسية لعدة سنوات، لكن استخدمته كندا وبدأ وانتشر على هذا المنوال. طبعا اللي كتبه واحد اسمه روبرت ستانلي وير، وتغير كثير في الكلمات، حتى في آخر قبل سنتين في نائب فيدرالي في كندا غير كلمة. هاي الكلمة كانت عادية، all of thus all of sons command، اللي هو كل الأبناء الذكور، son معناها الذكر الإبل، لكن اعتبروا أنه في هذه الكلمة يوجد عنصرية لغير الذكور، أوكي، فعشان هيك غيروها us command اللي هو كلنا إحنا. أو كندا، نشوفكم حلقة جديدة. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.